رئاسة اللجنة أعطيت لوزير العدل، ووزير العدل عرف بتصريحاته منذ أن تولى هذه الحقيبة في هذه الحكومة الجديدة، كانت تصريحات كلها مخيفة، كلها تنحو منح العلمانية المقيتة. بل لقد قال في تصريح في إحدى القنوات أن هؤلاء الذين يسمون بالمثليين لوب اقتصادي سياسي قوي لا يمكن مواجهته، معناه أنه يشير إلى أن التغييرات قد تصير والعياذ بالله إلى ما صرح به بهذه الصراحة والوضوح. أما قضية دفاعه عما يسمى بالعلاقات الرضائية التي يزيد في بلد المسلم، أنا أتعجب كيف يمكن أن يكون هذا الرجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا لا حول ولا قوة، هذا كيتكلم ضد الدستور هذا. فإذا هذا لا يستأمنه المغاربة المسلمون أبدا على قضية مصيرية بالنسبة للأمة، مصيرية المرأة، الرجل، الأسرة، الأولاد، مستقبل البلد، الإسلام، 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 الإسلام الذي يضمن بإذن الله هذه اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. هذا خطر، هذا خطر. إذا فهذا يثير مخاوف المغاربة. المسألة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، غياب العلماء كجهة تقريرية في هذه اللجنة. احنا نعرف بإلا هذه المسألة، نعم يقول لك بإلا يلتقون المقترحات من كل الجهات، ولكن العلماء ينبغي أن يكونوا بإذن الله تبارك وتعالى حاضرين في هذه اللجنة في مناقشاتها، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فغياب العلماء يزيد من مخاوف الأمة والشعب المغربي والأسرة المسلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالثة، أن المغرب كان قد رفض تحفظات على اتفاقية سيداو، وتتعرفون سيداو ما الذي تقول على المرأة وعلى الأسرة، وقد تحدثت عن ذلك كثيرا منذ مؤتمر 94 بالقاهرة، مؤتمر السكان الذي خرج بتوصيات وهي إنشاء الأسر بكل مكوناتها، the family in all its forms، تحدثت عنها قديما قديما، وقلت إنهم يريدون أن يفرضوا على البلدان الإسلامية أن تقنن قوانين من أجل التضييق على الأسرة المسلمة وفتح الباب لإنشاء الأسر الأخرى، رجل مع امرأة عن طريق عقد مدني، رجل وامرأة بدون عقد، كنت دائما كنتكلم عليها، والأسر الأخرى ذات الجنس الواحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا، يضغط على المغرب من قبل هذا الملف، لأن المغرب رفع ما يسمى التحفظات على سيداو، فهو مطالب بأن يعطي ما يسمى بتقارير دورية كل 5 سنين للأمم المتحدة. أصبحنا الآن أسارى عند هذا العالم، عند العالم الغربي الذي يحكم هذا المركز، الذي يريد عياذا بالله نسونة الرجال وترجيل النساء والقضاء على شيء اسمه الأسرة، باش ما يبقاش أسرة تماما، لا يبقى لا باين لا ماين، لا خال لا عم لا والو، باش تولي والعياذ بالله كل واحد وحده نواة يدور في الهواء، لا ترط لا رحم ولا حتى شي حاجة، هكذا يراد لهذه الأمة حتى لا تبقى لها ريح تماما، يذهب الله ريحها.